تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، اتقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. رحب معكم اليوم بفريق العمل عندنا في إعداد هيئة الصحة في دبي فريقنا، وعندنا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذة إسراء الهاشمي، ومعانا مخرجنا المبدع دائما نمر محمد. وفي التقديم معكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، من خلال برنامجكم صحة وسعادة أذكركم بأرقام التواصل معنا، وأيضا لملاحظاتكم إن كانت على الأرقام الآتية 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعين الأعزاء، ننوهكم بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد 19 باستخدام لقاح فايزر بايونتيك، ونعتبر كل كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق السن 60 سنة وممن لديهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم من ضمن الفئات أو ذات الأولوية للحصول على هذا التطعيم، إلى جانب خط دفاعنا الأول في القطاع العام والحكومي والخاص، وأيضا اللي يشتغلون في المهن الحيوية والحساسة. التطعيم أمان واطمئنان. بدأت دبي حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد 19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك، ويعتبر كل من كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة ومن لديهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية هم المستهدفين بالدرجة الأولى للتطعيم ضد كوفيد 19 في دبي. التطعيم أمان واطمئنان. صحة وسعادة. طبعاً مستمعين الأعزاء، التطعيم هي إحدى الوسائل لمكافحة جائحة كوفيد 19، فلذلك من الضروري أننا نستمر في إجراءاتنا الاحترازية الوقائية ضد الإصابة بفيروس كوفيد 19، ألا وهي أن نحافظ على مسافة كافية بيننا وبين الآخرين، نحرص على نظافة إيدينا بشكل دائم ومستمر، ونحافظ على ارتدائنا لكماماتنا وخصوصاً في الأماكن المغلقة، ونرتدي فيها بالطريقة الصحيحة. حلقتنا اليوم جدا متنوعة، وناخذ اليوم الخبر اللي يقول مضاعفة الجهود لاكتشاف تحور كوفيد 19. أشار أكثر من 1750 عالم وخبير من 124 دولة إلى أهمية مضاعفة الجهود لاكتشاف وفهم المتغيرات الناشئة عن الفيروس اللي يسبب لنا مرض كوفيد 19، وشو راح يكون تأثيره على التشخيص والعلاجات واللقاحات في وقت مبكر. وطبعا اجتمع الخبراء في منتدى افتراضي استضافته منظمة الصحة العالمية مؤخرا لتوسيع نطاق تعاونها العلمي ورصد متغيرات الفيروس التي تسبب بجائحة كوفيد 19، وايضا ناقشوا الفجوات المعرفية الحرجة واولويات البحث في المتغيرات الناشئة للفيروس. والكل أجمع على أهمية دمج أبحاث المتغيرات الجديدة في جدول أعمال البحث والابتكار العالمي مع تعزيز التنسيق عبر التخصصات.
وقال الدكتور تدروس مدير عام منظمة الصحة العالمية: لقد لعب العلم والبحث دور حيوي في الاستجابة للجائحة منذ اليوم الأول، وسيظلان القلب النابض لكل ما تفعله منظمة الصحة العالمية. دارت مشاورات بين الخبراء حول 6 مجالات محورية تغطي علم الأوبئة والنماذج الرياضية وعلم الأحياء التطوري والنماذج الحيوانية والتشخيص والإدارة السريرية والعلاجات واللقاحات. هذه أخبار جدا جميلة مستمعينا، إن اجتمعوا هذا العدد الكبير من العلماء والخبراء من جميع دول العالم، فأكيد رح يوصلوا لنا للبحوثات والدراسات اللي احنا نحتاجها عشان نعرف التغيرات اللي صارت في الفيروس وشو رح يكون تأثيرها في القريب العاجل. ومن الخبر هذا ننتقل إلى أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا، رح تعطينا آخر المستجدات اللي وردتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صباح النور والسرور دكتورة عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. إيش عندك اليوم من أخبار حقنا أسماء؟ من الأخبار أن أمس مثل ما تعرفون إحنا بدينا في نهاية شهر ديسمبر حملة التطعيم المجاني والاختياري فايزر بيونتك في دبي، وأمس كان وقت الحصول على الجرعة الثانية، فأمس بدينا نعطي الجرعة الثانية للجميع بعد مرور 21 يوم. نبغى ننصح الأشخاص، وهي يعني أيضا هذه نصيحة تم وضعها في قنوات التواصل الاجتماعي، الحرص على الحضور في الموعد المحدد، يعني الخدمة عليها طلب وإقبال وايد كبير، ووايد مهم أن الأشخاص يكونوا ملتزمين بالمواعيد الخاصة بالتطعيم. وأهم شيء أنه يعني بعد مرور 21 يوم الواحد يأخذ التطعيم عشان يعني يضمن مثل ما يقولون المناعة المكتسبة تكون قوية، أو أنك الهدف يكون يعني واصلين إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن الأشياء اللي يعني مهمة أن عدم يعني الإجراءات الوقائية، الحالات يعني قاعدة تزيد، أمس كانت 3000 وشوي، ونتمنى من الجميع أخذ الإجراءات الاحترازية. اليوم خميس، اطلعوا واستانسوا، لكن مع إجراءات الاحترازية نتمنى من الجميع لبس الكمامة، تعقيم اليدين. يعني في أشخاص نسوا شيء يعني معقم، نتمنى أنهم يبدون يتذكرونه مرة ثانية المعقمات، نسوا شيء اسمه كمامات بعد، ونسوا شيء اسمه تباعد. وأهم شيء التباعد والكمامات وغسل اليدين أو تعقيمها. فبيروحوا المولات، بيروحون الأماكن، ما يمنع أن الواحد مثلا يعقم المكان قبل ما يقعد. وأيضا يحافظ على التباعد الاجتماعي، يطلعوا استانسة ولكن مع الإجراءات الاحترازية. هذا الأهم نقطتين. أيضا طريقة الحصول على خدمة تطعيم فايزر بيونتك هي عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال رقم المجاني 8342. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. كانت معانا اسم الجناحي وعطتنا آخر المستجدات، وأنا أعقب على كلامها وأقول يعني هذا خبر جدا مهم، أنه يعني الحين بدينا نعطي الجرعة الثانية للي استلموا الجرعة الأولى في بداية حملتنا. ومستمعين الأعزاء، إحنا يعني ما حاطين 21 يوم رقم جزافا، ولكن احنا مختارين على اسس مبنيه على اسس علميه جدا دقيقه. الجسم يحتاج بعد 21 يوم ان يستلم جرعته الثانيه من اللقاح عشان يكمل بناء مناعته المطلوبه لمكافحه المرض هذا. وبعد مستمعينا الاعزاء اذكركم ان بالفعل اطلعوا واستانسوا، لكن لا تنسون إجراءاتكم الاحترازية. أنا يعني عن نفسي ما زلت أعقم المكان قبل ما أقعد فيه، وأنا ما زلت أحافظ على مسافة كافية بيني وبين الآخرين، وأنا بعد ما زلت يعني أتجنب السلام المباشر مع الأصدقاء والأهل، وأكتفي بالسلام عنهم عن بعد. يعني الواحد يبدأ بنفسه، وأنت إن سويت هذا الشيء الباقين أيضا رح يحتذون فيك ويسوون نفس الشيء.
وهاي كانت مستمعين الأعزاء مستجدات أخبار التواصل الاجتماعي. بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع خدمات قسم أمراض الدم في مستشفى دبي خلال فترة جائحة كوفيد 19. رح نتحدث مطولا عن هذه الخدمات اللي وفرها القسم أثناء الجائحة. فاصل قصير مستمعين الأعزاء وبنرجع لكم. التطعيم أمان واطمئنان. مراكز معتمدة لتطعيم فايزر بايونتك في دبي: مركز زعبيل للرعاية الصحية، مركز المزهر للرعاية الصحية، مركز ند الحمر للرعاية الصحية، مركز البرشة للرعاية الصحية، مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف، مركز الصفا الصحي، ومستشفى حتى. التطعيم أمان واطمئنان. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم في برنامجنا صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا مستمعينا على الأرقام الآتية: 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. تعمل هيئة الصحة في دبي وبشكل متواصل على تحديث وتطوير أقسام منشآتها الطبية في مختلف التخصصات، مستهدفة تقديم أفضل الخدمات للمجتمع وأفراده. ومن بين هاي الأقسام اللي تحظى باهتمام الهيئة يأتي قسم أمراض الدم في مستشفى دبي، اللي كانت له العديد من الخدمات الطبية اللي وفرتها خلال فترة وذروة جائحة كوفيد 19. وللتعرف إلى القسم وإمكانيات وخدماته يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور حسن الياسين، أخصائي أمراض دم. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا دكتور حسن. لو شوي تعطينا نبذة عن قسم أمراض الدم في مستشفى دبي وشو هي إمكانياته. نعم، قسم أمراض الدم في مستشفى دبي الحقيقة يعود تأسيسه إلى سنة 1985، فهو من الأقسام نقدر نقول العريقة في هيئة الصحة في دبي. وكان بالبداية يعني موقع في مستشفى راشد، وبدأ بداية صغيرة تناسب يعني المجموع السكاني الموجود آنذاك. ومع الوقت تطور القسم وزادت إمكانياته وتوسعت خدماته وانتقل إلى مستشفى دبي في سنة 12 2012. فحاليا القسم كان ولا زال يقدم خدمات للمرضى الراقدين، الخدمة الداخلية للمرضى الراقدين والخدمات الخارجية. الخدمات الخارجية تخدم من خلال العيادات الخارجية، وهناك عيادة متخصصة للزرق الوريدي. هذه العيادة تخدم المرضى الذين يعني لديهم جدول علاجية معينة، سواء جدول لعلاجات كيميائية أو استلام الدم ومشتقاته، وتوفر لهم ما يستوجب دون الحاجة إلى الركود في المستشفى. يعني المريض يأتي إلى المستشفى ويأخذ ما يجب أن يأخذه من علاج، سواء كان علاج كيميائي أو علاج يعني مستحضرات دوائية أخرى تخص أمراض الدم أو الدم أو مشتقات الدم، ويذهب إلى البيت. وهذه طبعا من أفرع القسم النشيطة جدا والمهمة جدا، لأنها توفر على المرضى الوقت والجهد وأيضا المال، يعني حتى اقتصاديا بالنسبة لكثير من المرضى هي مهمة. إضافة إلى ذلك، القسم طبعا يتعاون مع بقية الأقسام المعنية في هيئة الصحة في دبي من مختبرات ومركز نقل الدم
في توفير العلاج والخدمة الطبية في أعلى المستويات فيما يخص أمراض الدم. دكتور لو شوي تحدث المستمعين عن نوعية الخدمات الطبية اللي يقدمها القسم. نعم طبعا القسم يخدم المرضى المصابين بأمراض الدم الحميدة والخبيثة. يعني أمراض الدم تنقسم إلى أمراض حميدة غير سرطانية وتشمل فقر الدم بكافة أنواعها وتشمل بعض الأمراض الخاصة بالصفائح الدموية وتشمل أمراض أخرى، وكلها تأتي تحت عنوان أمراض الدم الحميدة. أضف إلى ذلك القسم يوفر خدمات إلى المرضى المصابين بالسرطانات الدم، السرطانات المتعلقة بالدم وهي كثيرة جدا. الخدمات المقدمة الحقيقة تواكب أحدث المعايير في مضمار الحقل المعني حقل أمراض الدم. جميل جدا. المرضى اللي يحتاجون طبعا رقاد بالمستشفى يوفر لهم القسم يعني فترة الرقاد، وخلالها يستلمون ما يستوجب من علاج خاص بمرضهم. وكذلك طبعا بالنسبة للمرضى المصابين بالسرطانات الدم المختلفة يوفر لهم القسم العلاج المطلوب، وغالبا ما يكون العلاج بالبداية داخل القسم، يعني المريض يرقد ومن ثم يتم التواصل معه بعد أن تتم السيطرة على المرض لإكمال العلاج بشكل عيادة خارجية. دكتور لو تحدثنا عن لو تحدثنا شوي عن المشكلات والأمراض اللي تتعلق بالدم اللي يكثر وصولها إليكم في مستشفى دبي، شو هي أكثر المشاكل والأمراض اللي توصلكم في المستشفى؟ أكثر الأسباب شيوعا لإدخال المرضى إلى القسم هي يعني مع الأسف هي حالات سرطان الدم الحاد. فسرطان الدم الحاد هو التشخيص رقم واحد الموجود في قسم أمراض الدم، وطبعا بأنواع المختلفة. سرطان الدم الحاد مو نوع واحد، هو بعدة أنواع، وهذه الأنواع هي يعني أغلب المرضى الراقدين يكونون مصابين بهذا تقصد اللوكيميا دكتور صح؟ نعم اللوكيميا اللوكيميا الحادة. بعد ذلك الحقيقة السبب الثاني لدخول المرضى هو فقر الدم المنجلي هو السكل سيل أنيميا. فقر الدم المنجلي مرض طبعا شائع في دولة الإمارات وفي منطقة الخليج عموما الحقيقة. ليس فقط في الإمارات، هو والثلاسيميا أيضا أمراض الوراثية دكتور صحيح؟ نعم هذه أمراض دم وراثية هي حقيقة يعني فقر دم وراثي، فقر دم تكسر دم وراثي وهو من الأمراض الشائعة الآن، ويدخل المرضى بشكل متكرر بأزمات متنوعة إلى قسم أمراض الدم. القسم الثالث من الأمراض متنوع الحقيقة، يعني يشمل الأمراض المتعلقة بصفيحات الدم، حيث هناك مرض أيضا ليس نادرا وهو التكسر المناعي لصفيحات الدم. هناك سرطانات الدم المزمنة ليست الحادة، يعني اللوكيميا المزمنة. وأيضا هذه طبعا غالبا ما تعالج بالعيادة الخارجية، لا يحتاج المرضى إلى الدخول، ولكن أحيانا يصابون ببعض المضاعفات فنضطر إلى إدخالهم داخل القسم ويتم تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة. دكتور لو شوي تحدثنا القسم عن إنجازات القسم خلال جائحة كوفيد-19. نعم الحقيقة يعني خلال الموجة الأولى من هذه الجائحة
بالتأكيد أن الجائحة كانت مفاجئة يعني للجميع، ولكن الحمد لله هيئة الصحة تمكنت من إدارة الموضوع بكفاءة عالية جدا وحققت نتائج مهمة في السيطرة على هذا الموضوع. بالنسبة لقسم أمراض الدم، قسم أمراض الدم استمر في تقديم الخدمة العلاجية لمرضاه لأنه الحقيقة صعب أنك أنت تقطع عنهم العلاج، خصوصا الحالات الشديدة هذه. نعم، وكان التحدي كبير جدا لأن هؤلاء المرضى هم بحد ذاتهم مناعتهم قليلة، وهذا المرض العنيف المفترس الجديد اللي هو مرض معدي الحقيقة يعني محيط بينا، يعني فوقنا وتحتنا وعن يميننا وعن شمالنا. كان التحدي كبير في حماية مرضانا من هذه الجائحة، والحمد لله تمكننا من تقديم الخدمة بنفس الوتيرة لكافة مرضانا. أضف إلى ذلك بالنسبة للمرضى يعني الذين لم تستوجب حالتهم المجيء إلى المستشفى، قمنا بتأسيس عيادة رقمية يعني عن طريق الزوم والبقية المنصات الإلكترونية، يتم التواصل مع المرضى والاطمئنان على حالتهم العامة ووصف العلاج بالمنظومة الإلكترونية، ويعني توصية المريض بأن يأتي أحد من أقاربه، أو الحقيقة قامت الصيدلية أيضا مشكورة بخدمة إيصال العلاج إلى المرضى في بيوتهم، يعني المريض لا يحصل خدمة دوائية يعني ساعدت الكثير، توصل إلى البيت نعم. وفي وهناك إنجاز عظيم آخر لقسم أمراض الدم في أزمة الجائحة الحقيقة، اللي هو يتمثل في موضوع بلازما التعافي. بلازما التعافي طبعا هو واحد أحد الطرق العلاجية لمكافحة بعض العدوى الفيروسية ومنها عدوى كورونا. بلازما التعافي هي تأخذ من الناس المصابين بالكورونا، هي التقنية الجديدة اللي سمعنا عنها. نعم بالضبط. أصيبوا بمرض الكورونا وتعافوا من المرض. طبعا ما دام تعافوا من المرض، إذا جهازهم المناعي الآن كون أجسام مضادة في جسمهم، فأحنا نستفيد منها الخاصية بأن نجمع البلازما للمريض المتعافي. هذه البلازما تحتوي حاليا على أجسام مضادة ضد الكورونا، وتعطى لمريض مصاب آخر يعاني من حالة كورونا شديدة. وبذلك حقيقة تم علاج وإنقاذ الكثير من المرضى من خلال تقنية بلازما التعافي، وكانت يعني خطوة مهمة جدا وكان لها آثار عظيمة. والحقيقة يعني إلى أن كنا نحصل على بلازما التعافي كانت العملية شاقة ليست بالسهلة، كان هناك فريق يتواصل مع المرضى المتعافين، وكان يجب أن تقاس نسبة المناعة الأجسام المضادة في الدم قبل أن يتبرعوا بالبلازما، لأن هذه النسبة متفاوتة ليست ثابتة، يعني مو كل مريض يصاب بالكوفيد بالكورونا يكون أجسام مضادة بكثافة عالية. نعم، فإحنا نأخذ المرضى اللي عندهم تركيز عالي من الأجسام المضادة ويتم التبرع بفلازما التعافي. دكتور حسن ياسين، الحديث معك جدا شيق وجدا ممتع، والمعلومات اللي قدمتها أيضا جدا مفيدة. شكرا على وقتك معنا. اسمح لنا لضيق الوقت يمكن نتحدث بطريقة مفصلة أكثر في الحلقات القادمة إن شاء الله. شكرا، يعطيك ألف عافية دكتور. شكرا جزيلا، سلمكم الله. شكرا. كان معانا الدكتور حسن ياسين وحدث عن الجهود اللي بذلتها قسم أمراض الدم عندنا في مستشفى دبي أثناء ذروة جائحة كوفيد-19. مستمعينا الأعزاء، بنطلع فاصل قصير وبنرجع لكم مع العلاج الطبيعي للأطفال. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا مستمعين الأعزاء على الرقم 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وردنا استفسار من أحد الأخوة عبر الرسائل النصية يسأل بخصوص الأيادي العاملة في المنازل، وين يقدرون يأخذون تطعيم كوفيد-19؟ هل يكون بأخذ المواعيد؟ تطعيم كوفيد-19 اللي توفر هيئة الصحة في دبي يقدرون يحصلون على موعد لأخذ هذا التطعيم إذا كانت الأيادي العاملة من المقيمين في إمارة دبي، لأن التطعيم متوفر لجميع المواطنين في الدولة بكبرها وللمقيمين في إمارة دبي. ومن استفساركم مستمعين الأعزاء ننتقل إلى العلاج الطبيعي وأهميته القصوى، خاصة في الأيام اللي قد تخلينا الظروف عامة أو خاصة للجلوس في البيت لأوقات طويلة، وهو طبعا يأثر بالسلب وخصوصا على الأطفال، إلى جانب وجود مشكلات فعلية لدى بعض الأطفال تخص حركتهم ونشاطهم. حلقتنا اليوم راح نتحدث بالتفصيل مع الأخصائي أنس مصطفى ممارس علاج طبيعي في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذ أنس. صباح الخير أختي لحضرتك لجميع المستمعين الكرام، يعطيكم الصحة والعافية، نتمنى السلام من الجميع. آمين إن شاء الله. أستاذي لو تعطينا شوي نبذة عامة عن العلاج الطبيعي وأهميته. نعم أختي العزيزة، اليوم نتحدث بخصوص العلاج الطبيعي، ولكن نخصص الموضوع هو العلاج الطبيعي لفئة الأطفال. طبعا العلاج الطبيعي هو مثل ما بتعرفي حضرتك وجميع المستمعين الكرام أحد أهم الفروع الطب التأهيلي، هدفه بشكل كبير يساعد الطفل، سواء الطفل عفوا منك عنده يعني صعوبات الحركة أو تأخر في النمو، قدر الإمكان هذا الطفل أنه يصبح قادر يعتمد على نفسه، قادر يندمج بالمجتمع، قادر عفوا منك انه يخدم نفسه في نفسه. عرفت علي كيف؟ هو طريقة علاجية هي فعالة يتم وضعها من قبل اخصائي العلاج الطبيعي. طبعا كل طفل له حالة مختلفة عن الحالة الثانية، بحيث انه قدر الامكان هالطفل باذن الله يتعافى ويتعالج دون الحاجة يروح انه ياخذ ادوية اذا كان عنده تيبس عضلي ترخيل العضلات، او لا سمح الله يضطر لتدخل جراحي. دكتور لو شوي تحدثنا عن أغلب المشكلات الحركية عند الأطفال. نعم أختي، هناك كثير من المشكلات الحركية لفئة الأطفال، بس قبل ما نبدأ عن هذه المشكلات أنا بطلب من أولياء الأمور الأمهات والأباء لازم يعرفوا اللي هي مراحل تطور الحركة عند الطفل، سواء أول سنتين من عمره هي مهمة جدا للطفل. صحيح. ولازم يدركوا أنه يعني مثلا أول 6 شهور الطفل شو قادر يعمل، بعد مثلا عمر السنة الطفل شو قادر يعمل. إذا لاحظوا انه في هناك تاخر في مثلا جلسه الطفل، يعني الطفل صار عمره سنه ما قادر يجلس لحاله، اذا الطفل صار عمره مثلا عفوا منك سنه ونص الطفل ما قادر يوقف على اجريه، اذا الطفل عنده مثلا صار سنه ما قادر يتحكم في عضلات رقبته وما قادر يثبت راسه، هنا الاهل لازم يتدخلوا. يعني بتعرف هيئه الصحه دبي ما مقصره، موفره جميع اللي هي الخدمات العلاج الطبيعي، سواء مستشفى لطيفه، المراكز الصحيه، مركز المزر التدخل المبكر، يتوجهوا لأقرب مركز، الدكتور بيحولهم على خدمة العلاج الطبيعي ويأخذوا موعد ويستشيروا الأخصائي ويشوف الطفل وين يعني مراحل التأخر الموجودة عنده. طيب دكتور، في هل في طرق معينة احنا ممكن نقي أطفالنا من هاي المشكلات؟ وشو هي العلاجات اللي توفرها هيئة الصحة لهذا النوع من المشكلات؟ صحيح أختي، في كثير، درهم وقاية خير من قنطار علاج، هذا معروف المثل. بيعتمد أول شيء حسب حالة الطفل أختي، كل حالة تختلف عن حالة أخرى. في عندك طفل مثلا عنده ارتخاء في عضلاته، تأخر نمو حركي، ممكن استجابته تكون يعني أسرع من طفل عنده تيبس وشد في عضلات جسمه، سواء الأطراف السفلية أو الأطراف العلوية. أيوة. هذه بيعتمد على شو استجابة الطفل للعلاج.
وشو الخطة العلاجية اللي يتبعها الأخصائي. طبعا هاي الخطة يعني دائما احنا بنحط مثلا 3 شهور بنراجع الخطة، بنشوف التطور، بنشوف وين وصل الطفل، بنعيد مثلا اذا عندنا هدف معين نحققه نحاول انه نتابع مرة ثانية نشوف وين في تأخر، ندارك قدر الإمكان انه الطفل يكون مساوي بأقرانه يعني نفس عمره. في عديد من الطرق الوقائية، منها التدخل المبكر، يعني تشوف طفل عمره سنة للحين ما بيجلس، فبضطر اني مثلا ما اتاخر عليه بزياده، اروح مثلا اخذ موعد استشير الاخصائي. بالضبط، عرفت علي كيف؟ المتابعه المستمره لازم انا اتابع مع حاله طفلي، مش مثلا اجي موعد وعشرة اطور، ما بزبط، لازم الواحد يكون استمراريه. في هناك توصيات ارشادات يقدموها الاخصائيين للاهل، لازم يتبعوها يعني يعملوا فيها حتى قدر الامكان الواحد يعني يتدارك المشكله وما يتطور الوضع، لا يعني خصوصا في حالات الاطفال الشلل الدماغي الله يعافيهم، حالات مثلا الشلل النصفي، هذول بدهم استمراريه، بدهم متابعه. صحيح صحيح، يعني من المهم جدا ان الاهل يلتزمون في اذا هم قرروا انهم يعني يعالجون طفلهم، فمهم جدا انهم هم بعد يلتزمون في العلاج اللي يقدم لها الطبيب. بالضبط، يسلم دمك. واحنا بنحكي لهم كمان من هون من منبركم، اذا انتم ما لاحظتوا مثلا تطور ملحوظ على حاله الطفل، انت ممكن يعني تحفظ طفلك وتحميه من كثير اشياء. يعني انت لا سمح الله ما بتضطر تروح تعمل جراحه، ما بتضطر تعمل مثلا عمليات للطفل، انت جالس تحافظ على وضع الطفل ما يسوء، فانت ممكن ما تلاحظ تطور ملحوظ جدا. فانا بطلب منهم من خلال منبركم قدر الامكان استمراريه، قدر الامكان المحافظه، وخلوا يعني دائما الامل برب العالمين، الامل موجود وان شاء الله الله يشافيهم ويعافيهم الاطفال هذول. في عندك هيئه الصحه بتوفر كثير من الخدمات العلاجيه لهذه الاطفال، عندك العلاج الطبيعي اختي، عندنا العلاج الوظيفي والتكامل الحسي، عندك وحده الاطراف الصناعيه والجبائر الطبيه للاطفال، وعندنا خدمه العلاج النطق، وهناك كمان الدعم النفسي للاطفال ولاولياء الامور. لو تعطينا نصيحة أخيرة أستاذ أنس عن المشاكل الحركية لدى الأطفال، لو تعطي مستمعينا آخر نصيحة. أنا بنصحهم قدر الإمكان يعني ما يتوقفوا عن العلاج، ضروري جدا، حتى لو ما أخذت النتيجة اللي أنت مثلا لا سمح الله الطفل ممكن يكون عنده صعوبة في الحركة أو التنقل، ممكن أنت ما تحصلها نتيجة فعلية أو لحظية، لأن العلاج الطبيعي هو تأهيل، التأهيل بياخد وقت، فأرجوكم استمرار في العلاج الطبيعي قدر الإمكان لتحقيق الهدف المرجو. وإن شاء الله هم يعني خصوصا الأهالي عندهم عزيمة وعندهم إرادة، وفي حالات ما شاء الله يعني بتتطور وبيعتمدوا حالهم، بندمجوا بالمجتمع، بصبحوا أطفال يعني ما شاء الله عنهم قادرين إنهم ينتجوا. فالاستمرارية جدا جدا مهمة أختي، جدا مهمة. أنا أضم صوتي لصوتك أستاذ أنس مصطفى، ممارس علاج طبيعي في هيئة الصحة في دبي. شكرا على نصائحك القيمة وعلى وقتك الثمين. الله يشافي جميع المرضى يا الله. يعطيك ألف عافية أستاذ. آمين. شكرا أختي حضرتكم. ومن المشاكل الحركية لدى الأطفال ننتقل إلى الصحة العامة والدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 اللي ألمت بالعالم كله، لفتت الضرورة إلى تحديث بروتوكولات وأنظمة الصحة العامة عالميا، إلى جانب توفير جميع مقومات الأمن الصحي. في هذا الاتجاه يسعدني أن يكون معاي عبر الهاتف اليوم الدكتور كاظم العبادي، أخصائي أول صحة عامة في هيئة الصحة في دبي، ليحدثنا شوي عن مستقبل الصحة العامة. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور هند، وأنا سعيد بك جدا وسعيد بدورك في مجال الصحة العامة والوقائي والتثقيفي. طبعا بالنسبة للتحديات الكبيرة الآن أمام الصحة العامة بعد تجربة كوفيد-19، بعد هذا الوباء وانتشاره في العالم، لكن هناك الإيجابية الواضحة في كوفيد-19 هو إبراز أهمية وقيمة ودور فعالية الصحة العامة. يعني أنت لو ملاحظة كان هناك نظرة مختلفة عن الصحة العامة قبل كوفيد-19 وبعد انتشار الوباء في العالم. الآن أصبحت المجتمعات والدول تركز كثيرا على يعني أقسام الصحة العامة، تعطيها أولوية وقوة
لمحاربة كوفيد 19 والأمراض الأخرى. إن شاء الله بعد أن ننتهي من كوفيد راح تكون اهتمام أكبر. يعني إحنا شاهدنا يعني اهتمام بشكل كبير في أقسام أو الصحة العامة. طبعا الصحة العامة ضرورية جدا، لأنه أنت تعرفين إذا تزيد تقليلين تكاليف في الأمراض أنت يجب أن تمنعين الأمراض، يجب أن يعني إحنا لازم نسعى إلى مجتمع مثالي بحيث ليوصل للمستشفى. أما عند يعني أما عند مرض خلل في الجينات أو شغلات معينة، أو يكون هو مثلا مستخدم يعني ما مستخدم يعني جوانب الحياة اللي الممارسات الزينة، أو يعني يعني ما يدخن يعني مناسب من هذه الأمور، يعني هذا مستقبلا إن شاء الله. طبعا احنا لاحظنا ايضا من الايجابيات يعني من الامور اللي شاهدناها خلال انتشار وباء كوفيد 19 هو بانه الصحه اصبحت مسؤوليه المجتمع ككل الجميع. يعني احنا شفنا الجميع شارك في محاربه كوفيد ما في استثناء، الجيش، الشرطه، الطب، المدارس، القطاع الخاص العام، كلها شاركت في محاربه كوفيد 19، لم يستثنى احد. ان شاء الله بعد ما تنتهي ازمه كوفيد هذا نريد هاي الامور تستمر بشكل طبيعي، مو بس كوفيد، محاربه كل الامراض الاخرى، الامراض المزمنه، الامراض يعني المعديه الى اخره. ان شاء الله نخلص من هذه الازمه ونكون يعني مهيئين للمرحله القادمه بشكل افضل بعد ان يعني يكون اصبحت عندنا خبره واهتمام. الان الناس كلها تنظر للمستقبل، تنظر الى الصحه العامه باهتمام. الأمر الآخر يعني إحنا شفنا في دول كثيرة يعني كنا يعني نتوقع منها أن يكونوا يعني متقدمين في محاربة كوفيد 19 لأنه عندهم أنظمة وعندهم خبرة، لكن مع الأسف في خلل. يعني شفنا انتشر المرض في دولهم بشكل كبير. يعني إحنا مستقبلا إن شاء الله لازم يعني يكون مراجعة مستمرة لخدمات الصحة العامة، أن لا نستثنيها، أن لا نبعدها. يعني مهما في دول متطورة تعطي قيمة عالية للصحة العامة لكن أثرت في هذا المجال. لو تقول لنا دكتور، طبعا يعني أنا أضم صوتي لصوتك، يعني الجائحة أثبتت أهمية الصحة العامة وأن إحنا لازم نستثمر في الصحة العامة في جميع بجميع فروعه، فلو دكتور تقول لنا شوي شو دور البحوث والمعلومات والتكنولوجيا في تعزيز الصحة العامة؟ نعم، هو في مجالين. إحنا بالنسبة للمعلومات اللي تخص الصحة العامة في محاربة كوفيد وبقية الأمراض في جانبين، اللي هي المعلومات الصحية أو المستوحات. يعني إحنا في الماضي كنا ننتقد بشحة البحوث أو شحة الدراسات، كان نلوم دائما أن قلة الديتا أو المعلومات. الآن الحمد لله يعني هيئة الصحة دبي والبلد في مبادرتين يعني كبيرة جدا ستساعد الصحة العامة، اللي هي نابض وسلامة وكذلك حصانة. هذه ستوفر قاعدة أساسية للعلماء والباحثين في 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 دراسة الأمراض، في توفير الأدلة، في توفير المعلومات، في توفير النصائح للناس، معرفة الاحتياجات المجتمع بشكل أفضل وكبير. وهذا الشيء راح يحسن الصحة بشكل كبير مستقبلا، لأنه تعرفين أنت ما ممكن تتخذين قرار أو ما ممكن تجيبين سيرفيس أو خدمات جديدة بدون أدلة علمية. تعرفين لازم نعرف إحنا من هي من الناس الأكثر معرضين أو المناطق حتى نقنع الناس بأنه نسوي خدمة جديدة أو نحسن من خدمة معينة. بالضبط، عشان أنت تسوي برنامج جديد أو مبادرة جديدة لازم تكون عندك قاعدة بيانات تعطيك فكرة عن الوضع الحالي في الإمارة وفي الدولة، عشان أنت تبني مبادرتك هذه على أسس علمية جدا دقيقة. دكتور أنا وافقك الرأي. نعم. دكتور لو شوي تقول لنا عن إمكانيات وقدرات منظومة إدارتنا، إدارة حماية الصحة العامة. نعم، أيضا فيها جانبين مهمة قدرة إدارة الصحة العامة. أول شيء الهيكلية، هيكلية الإدارة تغطي تقريبا معظم متطلبات الصحة العامة. لو تنظرين إلى الأقسام الأربعة، التعزيز بالتثقيف الصحي، الصحة المدرسية، الطب الوقائي، برامج ودراسات الصحة العامة. يعني كل متطلبات الصحة العامة تكون تحت هذه الإدارات موجودة. فإحنا فالإدارة تغطي بما العالم أو العلم اللي المطلوب من تحقيقه من قبل إدارة الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك
الإدارة نفسها تغطي جميع شرائح المجتمع. يعني إحنا ما نغطي مثلا عمر معين من الولد الطفل يولد إلى آخر الحياة، يعني إلى الأعمار الكبيرة أو حتى الوفاة، نغطي جميع الأجناس جميع الفئات جميع الجنسيات. بس يعني من خلال الكلام هذا يعني أنت تشوفين يعني في تحديات كبيرة، يعني مو سهلة، لكن صحيح يجب تعرفين أو تحددين تعرفين الأولويات، تعرفين الناس اللي يعني اللي يحتاجون أكثر من البقية، تعرفين البرامج الفعالة بشكل أفضل من البقية. فإن شاء الله يعني الآن في أساس قوي، الآن في خبرة صارت أفضل، الآن في مهارات عالية، في علماء، في يعني في تخصصات كثيرة. إن شاء الله نطلع إحنا للمستقبل. الآن يعني احنا يعني حاربنا كوفيد 19، لكن هذه بدايه، احنا بدايه نحارب ان شاء الله مستقبل اي مرض معدي مستقبلا، وكذلك معدي وغير معدي المزمنه وغيرها. دكتور كاظم، كلمه اخيره توجهها لاعزائنا المستمعين. طبعا يعني الاهتمام بالصحه، الاهتمام اكثر بالرياضه، الاهتمام اكثر بالاكل، الاهتمام اكثر باتباع النصائح، يعني النصائح الصحيه اللي هي تحسن من جوده الحياه، الاكل، التدخين، الاستماع الى النصائح. دكتور كاظم العبادي، اخصائي اول في الصحه العامه، الحديث معك جدا شيق وممتع، شكرا على وقتك الثمين ومعلوماتك جدا قيمه، يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا دكتورة، انا اشكرك كثير. العفو دكتور. كان معانا الدكتور كاظم العبادي وحدثنا عن الصحة العامة. يمكن أعزائي المستمعين مفهوم الصحة العامة شوية هو مفهوم جديد عنا. إحنا كصحة عامة يعني نستهدف جميع شرائح المجتمع، ونستهدف جميع الأمراض المعدية والغير معدية، أو بمعنى آخر نستهدف جميع جوانب الحياة عنكم بمفهوم وقائي وليس علاجي. هدفنا الرئيسي إن إحنا نمنع وصولكم لمرحلة المرض، احنا هدفنا الرئيسي دائما وابدا ان احنا نقيكم من الاصابة بهذه الامراض. هذا المفهوم جدا يعني جديد، وما زلنا احنا شغالين على تأسيس مبادئه واساسه وركائنه. اعزائي المستمعين، قبل ما نختم حلقتنا اذكركم ان ما زال، لان العديد سألونا وين نقدر نحصل على هذا اللقاح، شو هي آلية حصولنا على هذا اللقاح كوفيد 19. بإمكانكم حجز، لازم تحجزون موعد جدا مهم، إنكم تاخذون موعد للحصول على هذا التطعيم وهو مجاني. يا أن أنتم تاخذون موعد عن طريق مركز الاتصال الموحد عندنا في هيئة الصحة في دبي على الرقم 800342، أو أنكم أنتم تدخلون تطبيق هيئة الصحة في دبي وتحصلون على أقرب موعد لهذا التطعيم. طبعا احنا دائما نقدم الفئات ذات الأولوية اللي ذكرتها في بداية الحلقة، ألا وهي كبار المواطنين والمقيمين فوق سن 60 سنة، أصحاب الهمم، أصحاب الأمراض المزمنة، وخط دفاعنا الأول، إلى جانب اللي يشتغلون في المهن الحساسة والحيوية. ولكن التطعيم متوفر لجميع المواطنين في الدولة ولجميع المقيمين في إمارتنا إن شاء الله، ولكن إحنا دائما حابين نقدم الفئات ذات الأولوية وبعدين نوفرها لباقي شرائح المجتمع. التطعيم أعزائي المستمعين أمان واطمئنان. وفي ختام حلقتنا أتمنى أن استفدتوا ولو بالقليل من المعلومات اللي قدمناها لكم في حلقتنا اليوم. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لإذاعة نور دبي، وما شاء الله اليوم 3 مخرجين كانوا شغالين على حلقتنا اليوم. أنا جدا محظوظة أن يكون معانا الأستاذ سعيد المر ونمر محمد، وأيضا الأستاذ وائل. كل الشكر لكم، وكل الشكر لحسن استماعكم أعزائي المستمعين. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم في صحة وسعادة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.